إحنا هي بنت الوطن تقول إن جارتها اللي فوقها تزعج فيها وتدق ومش عارف شو، أو جارها وجارتها هي تقول جارتي يعني، فقالت يا جماعة نقول نصيحة للجار يعني. نعم والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي هو مما فهمه من القرآن يعني، أو يعني فيه ما يدل له إما يعني نصا وإما إيماء في القرآن. الله سبحانه وتعالى أوصى بالجار، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجار. وصية من الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى بالجار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى ظن أنه سيكون له حق في الميراث من شدة تأكيد الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني والله لا يؤمن 3 مرات. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني يبدأ يد على قلبه زي ما نقوله إحنا، منتظر كارثة من هذا الجار، مصيبة يعني كارثة اعتداء أذى. هذا نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يعني زجرا وتغليظا لهذه الجريمة. بل إن العابد الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويؤذي جاره هذا في النار، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المرأة تصوم النهار وتقوم الليل، تصلي في الليل تتنفل وتصوم النهار تتطوع بالصوم ولكنها تؤذي جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. ولهذا وخاصة إذا كان الجار امرأة كما تذكر، هي أنها امرأة وحيدة لوحدها. نعم يعني نعم. أذكر هنا حديثا صححه بعض أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يعني المرأة في الغالب تكون ضعيفة. نعم ما معنى يعني؟ يعني أعظم هذا الحق، يعني أشدد الحرج على من لا يؤدي هذا الحق. فإذا المرأة خاصة لما تكون وحيدة وضعيفة وربما غريبة عن يعني فحقها أعظم. يعني الجار يعني يجب يعني ينبغي حتى في المروءة وفي مكارم الأخلاق أن 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 تجد في جيرانها العزاء يعني، وتجد التسئل يعني البديل عمن فقدته. يعني ينبغي أن يرعوا أمورها ويعينوها على أمور دنياها لا أن يؤذوها بأنواع.